بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم، مرحبا في حلقة جديدة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بداية نشكر حضرتكم ونشكر هذا التواصل مع برنامج الوعد الحق، سواء كان بالبراق أو بالاتصالات الهاتفية. ولله الفضل والمنة، كان أثر حلقة الأمس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها مردود طيب لدى المشاهدين، برغم أن فضيلة الشيخ حرمنا من كثير مما لديه من علم ومن من الله سبحانه وتعالى عليه رأفة بنا وبه وبكل السادة المشاهدين، لأن الأمر صعب جدا ولا يتحمله أحد وحده كما ذكرت فضيلتكم أمس. فاكتفيتم بعرض الإطار العام للموضوع، لأن الموضوع فعلا صعب على النفس البشرية، ولكن من الصعب إلى الأصعب. ربنا يهون علينا، ربنا يهون علينا جميعا إن شاء الله. يا رب يا رب. في اليوم نتحدث عن أول منازل الدار الآخرة، ولهذا عنوان الحلقة بأول المنازل. جميل. ما رأي فضيلتكم في هذا العنوان؟ هذا عنوان جميل، لأن أول منزل من منازل الآخرة هو خروج الروح ثم الدخول إلى القبر، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان شديدا فما بعده أشد. هكذا قال ذو النورين عثمان رضي الله عنه. ونحن يعني هذا استلهام طيب ومن او استنباط طيب من كلام عثمان، ان القبر اول منازل الاخره، خروج الروح واول، خلاص الدنيا رحلت والاخره مقبله، وهذا هو الوعد الحق. عزرائيل، ما اثر هذا الاسم على كل نفس بشريه حينما تسمعه؟ ما وصف ملك الموت؟ ما هيئته؟ هل له اعوان ام لا؟ كيف يبدو الكون بالنسبه له في الحجم؟ كيف يقبض الأرواح؟ هل هنالك أمارات محددة تخرج بها روح المؤمن وأمارات أخرى تخرج بها روح الكافر؟ هل المتوفى علامات محددة تظهر على شكله الخارجي؟ هل لخروج الروح نزعات معينة من قبل المسلم أو المؤمن أو على غير ملة الإسلام والعياذ بالله الكافر؟ وأسئلة كثيرة وكثيرة نطرحها مع حضرتكم على بساط البحث مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأكارم عبر إذاعة الشارقة FM 94.4 مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. مرحبا. وأنا أذكر اسم عزرائيل، تاهت كل الأسئلة من ذهني وكأني به أتمثل في هذه الغرفة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إذا كانت قد تاهت منك الأسئلة فأدعو الله ألا تتوه من الإجابة. يا رب يا رب يا رب. الإنسان يعيش في هذه الحياة ثم تأتي لحظة الرحيل. لابد أنك ميت وإنهم ميتون، كل إنسان سوف يغادر هذه الحياة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. لابد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار الحياة الأساسية. نعم. إن الآخرة لهي الحيوان، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، لأنها هي الحياة الأصلية والحياة الحقيقية. نعم. للإنسان. الله عز وجل في بعض الناس يرسل إليهم نذرا، رسلي يعني قل هذا التعبير يجوز. لماذا؟ هذه النذر
بعد النذير والبشير الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتي الإنسان نذر، ربما كبر السن، ربما مرض مستعصي، ربما حادثة معينة توقفه وتعيد يعني يعيد فيها حساباته حتى يعيد التوازنات مع نفسه، ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول مرة ثانية، ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، أن في رياء في عجب يعني الله عز وجل لا يتقبل هذا، في 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 شرك، من أشرك في عمل معي غيري، ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. يا سلام، يعني الذنب قد يكون نعمة لبعض الناس أن يتوقف يستغفر يبدأ صفحة جديدة. هناك يعني ليس معنى هذا أن ملك الموت قريب من كبير السن أكثر قربا من صغير السن، ولا ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح. هذه قضية غير موجودة بالمرة. ملك الموت معه مواعيد محددة يبلغ بها أن فلان حينه يوم كذا، أي يوم وفاته كذا، يوم الفلاني في المكان الفلاني في الساعة الفلانية، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. خلاص. يعني لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. صحيح. يعني يبرز، انظر التعبير العجيب، يبرز ليكون في المضجع. يعني البروز وقوفا. صح. ليكون بعد لحظات المضجع. يبرز إلى مضجعه ليصل بنفسه إليه أو يوصل إليه. الإنسان لما نجلس بجواره الذي ينازع، نريد أن نعيش هذه اللحظة ونحن لا نشعر بما يشعر. طيب معذرة، هنالك موت الفجأة، هل هذا لا نشعر به؟ هذا لا نشعر به لأنه راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. جميل. وهناك مرض الموت، هناك مرض الموت، هذه من باب رحمة الله للعبد، تكفير سيئات ومحو الذنوب ورفع درجات. يعني المفروض أن نفرح يعني بمرض الموت، لا شك أنه منا من الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لما يذل إلى الله يدعو دعاء الذليل. أما أدعو أنا مستغني وأنا صحيح البدن ونفس الأمارة بسوء تزين لي أنني يعني ما على الأرض إلا أنا، ما في الدنيا إلا أنا، هكذا بعض الناس. لو دخلت في داخله ما سمعت إلا هذا النداء، أنا أنا أنا، والعياذ بالله. فلذلك المسألة تريد من الإنسان أن يذكر الموت على الأقل في كل صلاة. يعني صلي صلاة مودع، صح، صلي على أنها آخر صلاة. صحيح. فأنت يعني سبحان الله عندما يحين الحين الموت الفجأة ده راحة للمؤمن. تمام. بلا شك. ومرض الموت نحن نقترب حتى نصل بفضلاتكم إلى ساعة الروح. مرض الموت. نعم. طال مرضه. جلسنا بجواره، أقرر الأطباء أن يعني خلاص حالته ميؤوس منه، عاجز الطبيب. نحن نجلس بجوار المتوفى، ربما يحجب لسانه عنا، لا يتكلم، يدخل لسانه، ربما هو في عالم آخر، بدأ يدخل العالم الآخر ونحن ما زلنا في الدنيا. فضيلتكم تحاولون انتقاء الألفاظ. نعم. تقول يعني يحجب لسانه عنا. نعم. لم تقل يشل أو لا لا لا، يحجب، يعني يحجب يحجب يحجب، يريد أن يتكلم فلا يستطيع، لا يستطيع، خلاص خلاص. تمام. وبعدين سبحان الله العظيم هو يبدأ في اختراق حاجز الزمان والمكان. بمعنى؟ بمعنى أنه يعيش معنا ببدنه لكن يرى أمورا لا نراها. تماما تماما، غيبيات. نحن لا نرى ما يرى، يرى بعينيه ايضا. يعني ام بروحه؟ لا فقط، بعينيه. ام باحساسه؟ بعينيه وبشعوره وباحساسه وبالهاماته وهكذا. ولو رد اليه القول لما قال لنا ماذا راى، لا يستطيع تكييف لان موضوع يعني لما قال ربنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اكثر حد يرى حقائق الامور كما هي، يرى تفاهه الدنيا، انا لا ارى تفاهه الدنيا. يرى عظمة الآخرة، نحن لا نرى عظمة الآخرة. مر البصري على قوم يبكون صراخ، ما هذا؟ قال يبكون على متوفى لهم. قال سبحان الله، فليبكوا على أنفسهم، نجا من ثلاثة ما نجوا منها بعد، هم هو نجا من ثلاثة هم ما نجوا منها،
وجه ملك الموت وقد رأى، يا السلام، ومرارة الموت وقد ذاق، ومكانه في الجنة أو النار وقد عرف، فليبقوا على أنفسه. صح. هو خلاص عالم، أصبحت الحق، النتيجة ظهرت بالنسبة له، له فقط ليس لنا. أنا عن يمينه، أنا على وسادتي بجواره، أنا بجوار أمسك يده، جالس جنب أمي، جالس جنب أبي، سبحان الله، هو يرى وأنا لا أرى. هنا تمتلئ الغرفة بملك الموت وأعوانه، نازل مع ملك الموت فريقان في كل متوفى، فريقان من الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. لما فريقان؟ هو إن كان عمله صالح تنزل ملائكة الرحمة، أو طالح تنزل ملائكة العذاب. الملائكة لا تعلم، لا تعلم، لا لا لا، أيا كان عمله صالح أم طالح، سبحان الله، لا تعلم إلا بعد أن يوحى إليها من رب العباد أن هذا رجل صالح أو غير ذلك. لا إله إلا الله. حتى إذا بلغت التراقية وقيل من راق، من يرقى بهذه الروح؟ هكذا يسأل ملك الموت بعد ما يخرج الروح، ينظر إلى الفريقين، من يرقى بهذه الروح؟ ها؟ فيقول ملائكة الرحمة هو معنا، هو من الصالحين، فيأخذوها. الآخرون يقولون هو معنا، إنه من أهل الجحيم، فيأخذوها. لا، في هذه اللحظة لا يتنازع الفريقين. لا لا لا، لا هذا يقول معنا وهذا يقول معنا. هذه لها دلالات وتلك لها دلالات، هذه لها رائحة وتلك لها رائحة. جميل هذا الكلام. لنعرض فضيلتك، تفضل. يعني سبحان الله العظيم، حتى إن ملائكة الرحمة عندما تأخذ هذه، أولا هي تنزع سهلة، بعذرة، أيوة. ينزل ملك الموت معه فريقان. جميل، أنا لن أقاطع فضيلتك، أيوة. تفضل. طيب، ملك الموت لابد أن شكله مرعب، لابد. أنا لا أدخل في وصف الواصفين لأن ما حصلت على يعني كلام نص محقق، واضح محقق في وصف، لكن هو أكيد على الأقل هو جاء ليأخذني من أهلي وأبنائي ومن أحب. قيل في وصفه تفزع منه الملائكة. يعني لا نريد أن ندخل في إيه، في تهويمات كبيرة، لكن أنا أقول أنه لابد أنه شكله مرعب، لابد. وكفى بنا رعبا أنه سوف يدخلنا على أمور لا ندري إلى أين نذهب. فملك الموت عندما ينزل، العبد يراه رؤية العين، يراه حقيقة، حتى لو في غيبوبة، حقيقة، حتى لو في غيبوبة يراه. كيف يريه الله عز وجل؟ بعينيه، بقلبه، بعينيه، بشعوره، يستشعره، يتحسسه. سبحان الله، تصل إلى مسألة الحس، بنفس هيئته، بنفس هيئته كما هو، بحقيقته. وإن كان عمله صالحا، وإن كان عمله صالحا. لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمس لما قلنا إن للموت لسكرات، إذا ماذا كان يعاني رسول الله؟ سكرات الموت، بس وهي صعبة. صح. وهي صعبة. نعم. فيقول عثمان: فانجو منها، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فما إخالك ناجيه. بدايتها تبدا، عنوان الكتاب من هنا، من نزع الروح. أيوة. بدايتها. فان كانت الروح طيبه تنزع سهله ميسوره. بعض الاموات ونحن بجوارهم قبل وفاتهم، منهم من يعرق، ومنهم من يسيل من شدقيه اشياء هكذا، ومنهم من يهتز، ومنهم من يئن، ومنهم من لا نسمع صوتا له. وهذه دلالات لا يعلمها إلا الله، يعني لا داعي لأن ندخل في، لأن حققت مثل هذه الأحاديث فوجدتها ضعيفة وليست في، يعني نحن متوقفون هنا عند البخاري ومسلم. يعني موت العرق بالجبين يقال يعني أنه علامة من علامات الصلاح والتقوى، يعني وإذا أخرج من شدقيه فهي علامات الطلاح والعياذ بالله. يعني لا، قد يكون غير ذلك، لأن من مات في حادثة وكذا هذه أمور أخرى. يعني دعنا نقول، يعني لا نقول انه يبتسم، انه يضحك، انه هذا في تخيلنا، كان عابسا، هذا في تخيلنا نحن، لا اساس لهذا من الصحة. هو في عالم اخر، هو بدا الطائره عندما توشك ان تترك الممر، خلاص تجري ثم تبدا في، عندما تبدا في الممر تتجمع كل قوى الطائره في
الموتور المحركات التي التي تقوم او تجعلها تطير، تطفئ الهواء وتطفئ الكهرباء والانوار، استجماع هذه الطائره كي تحلق هي استجماع الروح كي تنطلق من هذا البدن المعتم. ما هي عاشت معه زمنا صحيح، وهي من امر الله لا يدرك الانسان عنها شيئا. هل هي لطيفه نورانيه؟ هل هي كيان؟ هل هي كنه؟ هل هي ماده؟ يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا هو الروح، يعني تسيطر على البدن. طيب معذره، يعني لا دلالات ولا امارات نستطيع ان نجزم من خلالها ان هذا من اهل الجنه او من اهل النار، لكن سابقه الاعمال تدل فيما يبدو لنا، فيما يبدو لنا طبعا. وسوف ناتي لا، يعني مثلا رجل طوال حياته ما ظلم احدا، ما اذى احدا، احب الناس واحبه الناس ورضي عن الناس ورضي عنه الناس، رايناه مصليا في المسجد، لا يغتب احدا، لا يظلم احدا، يتقي الله رب العالمين، يعامل زوجته بخير، هي تحترم زوجها وهكذا، يربي اولاده على الشرع، الظروف العام الامر العام، نقول هذا رجل نحن شهداء الله في الارض. فهذا الإنسان ربما يكون في دلالاته أنه صالح. نعم. ليس معنى هذا أن روحه تنزح سهلة، لا، ولكن يريحه ملك الموت، ينزع الروح ربما من الرجلين ثم إلى الركبتين ثم إلى الوسط ثم إلى الصدر ثم يأخذها. هي الروح في أي مكان في الجسم؟ في الجسم كله، هي في سير الجسم كله. ما احنا لا ندري أين هي، لكن هي في الجسد كله. يعني ليست في القلب، في الذراع، لا 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 لا، ليست في مكان محدد، لأنها هذه التي تصنع الهالة للإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان اللي فيه نور الله عز وجل، نعم، تجد لما يجلس عليه هالة من نور تحب أن ترى وجهه. نعم. هذه روحه مضيئة. فعندما ينزل ملك الموت ينزعها منه، ولكن إن كانت شديدة النزع فهذا كفارة لبقية السيئات. والصالحون يدعون اللهم هون علينا سكرات الموت. هكذا. تنزع الروح. إن كانت طيبة ملائكة الرحمة معهم حنوط وأكفان من الجنة. معذرة قبل ملائكة الرحمة. كيف ينزع ملك الموت الروح؟ ألم يرد شيء في وصف هذا؟ كيف يلملمها، يجمعها، يخرجها؟ يعني قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف هو يتوفاكم؟ خلاص مهمته نزع الروح، خلاص فصل الروح عن البدن، صار فلان متوفى، فلان الله يرحمه، فلان غفر الله له. في كيفية النزع او الخلع لا ندخل في فعل. يعني لكن كل الصالحين الذين ذهبوا وجاءوا في الرؤى لاصحابهم من الصالحين، والرؤية في الاسلام لا تحقق قاعدة من قواعد الشريعة، مبدأ. نعم. حتى ولو كان رسول الله لا، يعني لو كان الإنسان رأى رسول الله يأمره أمرا. نعم. لا رؤيا الأنبياء، أما إذا رأى رسول هو الله لا هذا وحي. نعم. الرسول عندما يرى هذا وحي. نعم. أما نحن لو رأينا حتى رسول يأمرني أو ينهاني فليس بأمر ولا نهي. نعم. القاعدة. طيب. الصالحون الذين سبقوا وجاءوا لما يسألهم أصحابهم كيف وجدتم الموت، قل هذا شيء لا يوصف سوف تراه. يا الله. أن يبدو أنه شيء، ما هو ابن عباس وصف عمرو بن العاص وهو ينازع، قالوا يا عمرو كيف تشعر؟ قال كأن روحي كأنني عصفور على مقلاة زيت تحتها نيران ساخنة حامية، والعصفور هذا لا يستطيع أن يطير فينجو ولا يموت فيستريح. وهذا صحابي. يا ربي يا ربي يا ربي. هذا صحابي. يا ربي. وقال وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة. يعني مسألة مش سهلة. هي كبيرة. الله أعلم. يعني هذه التي تسير حياة الإنسان كلها. تستغرق وقتا في. لا تستغرق، ربما إنسان ينازع يوما ويومين وثلاثة. نعم. وفي ثلاثة أيام يخرج الروح. يعني يحاول أن تخرج منها ولكن لم ينتهي بعد. يعني الموت الدماغي الذي يقول عنه الأطباء. لا إله إلا الله. وهذه الأمور. هذه ربما تمكث اياما. نعم. نسال الله ان يخفف عنا من سكرات الموت، مساله يعني وان كانت غير ملموسه لنا لكننا نقول ما ورد لنا في الكتاب والسنه. تاخذها الملائكه. اي ملائكه؟ ان كانت صالحه ملائكة. جاءت ملائكه الرحمه بحنوط واكفان من الجنه فتلفها. ما معنى حنوط؟
يعني أقمشة معطرة فيها رائحة جميلة من الجنة. من الجنة. نعم العطور. ثم ترتفع إلى السماء، تفتح لها أبواب السماء، لها رائحة زكية تناديها الملائكة بأحب أسمائه إليه في الدنيا. يا سلام، يعني أنت أحب اسم لك إيه يا شيخ فلان، يا أستاذ فلان، يعني يا أبو فلان، يا أبو فلانة، بأحب اسم له. الملائكة تنادي الروح، الملائكة تنادي الروح تسلم عليها. لا سبحان الله، لا أصل هذه الروح كانت عمرت الدنيا بالطاعة فترتفع إلى الملأ الأعلى وهي في هذا الخير وهذا المهرجان. والجثمان مسجى بينهم، الجثمان لا قيمة، ما كان للأرض عاد إلى الأرض. القضية كلها في الروح الآن. نعم. حتى يقول رب العباد: وسعوا لعبدي في قبره وجعلوه له مد البصر وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة. فيقول العبد ساعتها: يا رب عجل بالساعة، عجل بالساعة. السلام. إذا كان هذا هو الاحتفال التمهيدي، أنا مش عايز أقعد في القبر. صحيح. تخرج الروح مع ملائكة الرحمة. أيوة. تناديها الملائكة بأحب الأسماء إليها وتشم لها رائحة طيبة. طيب. لأن هذه الروح تخرج إلى من؟ تخرج لمن؟ في لله سبحانه وتعالى. يعني تفتح لأبواب السماء. تذهب إلى الملأ الأعلى. يعني تذهب لله مثلا أو لا الله عز وجل يعني لا يحيطه. لا يعني هل الجنة هي في السماء أم في الأرض أم في أرض غير الأرض؟ هذه مسألة سوف يعني لا تسبق الأحداث. طيب أنا متعجل. لا تتعجل. نتعجل في رضوان الله شيء طيب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصعد. طيب تصعد يعني الله عز وجل والعمل الصالح يرفع. يعني هكذا ورفعناه مكانا علي وهكذا يعني دليل على الدعاء دائما يصعد الى السماء الملائكه السيرون وهكذا دليل على المكانه وليس المكان. جميل هذا التعبير. جميل المكانه وليس المكان. خلاص يعني طيب. يعني لا تفضلوني عن يونس ابن متى ولا تظنوني ليله المعراج اقرب الى ربي من يونس وهو في بطن الحوت. عشان نقفل، عشان نغلق القضيه، عشان هذا هذه عقيده اهل السنه والجماعه التي نحن كلنا نتبعها ان شاء الله بفضل الله. الاخر والعياذ بالله روح منتنه. يعني اليست هذه الروح من عند الله سبحانه وتعالى؟ لكن العبد خبثها. يخبث روحه. والعياذ بالله. الله اللي خلاه اظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ولكن الروح تكون لا الروح وغبرها لا أخذ. ما هو مولود على الفطره. ما تمام. نعم. ما الذي يجعله يكفر؟ ما الذي يجعله يتعامل بالربا؟ ابواه امه ناس خلاص تمام. ما الذي يجعله لم يصلي؟ ايه اللي اخذ ميراث اخواته؟ ظلم جاره. الروح نفسها تكون منتنه لان اعمال هذا العبد منتنه. الذنوب الجسد منتن والروح طاهره. اسمع الذنوب الجسد اصلا من الارض ما يهمكش الجسد. نعم. الذنوب لها رائحه لا تشمها الا الملائكه. ومن فضل الله اننا ما شممنا رائحه الذنوب والا ما جلس مسلم بجوار مسلم. يعني الذنوب نفسها لها رائحه. والعياذ بالله رب العالمين. وللحسنات رائحه. وللحسنات الله اكبر. ولذلك لما انت تيجي يوم تمرض ولا تقوم الليل تفتقدك ملائكة السماء التي تكتب ثواب قائم الليل. يا سلام. وتسأل عن فلان لماذا فيقال إنه مريض عنده ورطة عنده مشكلة فتدعو الملائكة لقائم الليل الذي لم يقم الليل الليلة. ليه سيدنا يونس لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قالت ملائكة السماء يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. ما كان يعرفه مكانه لكن عرفوا إيه صوته. لماذا؟ تعودوا على صوته. تعودوا على صوته. ولهذا قال فاستجبنا له. تعود الملائكة على صوت الذاكر هذا نبي الله ورسول يونس. نعم. تخرج الروح منتنة من الكافر والعدو وتغلق في وجهها أبواب السماء. تغلق. أين تذهب؟ تغلق ترتد تتبعثر تذهب لا أدري. لا حول. تغلق في وجهها لأن دعاؤه كان غير مستجاب فغلق في وجهه أبواب السماوات. عمله غير مستجاب غير مقبول. ليه؟ لأنه كان في شرك وفي رياء. يا مؤمن في ناس لا تدخل المسجد إلا من الجمعة للجمعة وفي ناس لا تدخل المسجد إلا محمولة على الأعناق لكي نصلي عليها. كيف تخرج الروح الزكية هذه؟ لا إله إلا الله. يعني كيف تخرج هذه الروح طاهرة؟ تغلق دونها أبواب السماء. والعياذ بالله. هل هذا إذانا بطردها؟ والعياذ بالله رب العالمين. والعياذ بالله من أعماله ثمرت عمله
يقول تقول ملكة روح من هذه الخبيثة، روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه في الدنيا. لا إله إلا الله، سلم يا رب. ضيق على عبدي في قبره حتى تختلف أضلاعه، واملأوا له حيات وعقارب، وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار، فيقول يا رب لا تعجل بالساعة، لا تعجل بالساعة. الروح بعد كده تظلل البدن، تقترب. فنحمل نحن المتوفى أو أهلنا يحملونا وذهبين بنا إلى القبر. إن وجدوا السيارة مسرعة أو الحمل مسرعين، إن كان صالح يستبطئ السرعة، والعلامة تؤخرونني، لو تعلمون ما ينتظرني من الخير لعجلتم بجنازتي. انتوا ليه ماشيين على مهلكم؟ فيسرع، مش هو عايز يسرع، لكن هم اللي شايلين. هنالك اقوال تقول انه كان يجري، لا لا كان لا يطير، لا 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 هذا من الحملة، هذا من الحملة. لا لا معقول؟ لا لا، فما حدث هذا للصحابة. وهذا يتأخر ويتقهقر، لا 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 لا، ولا لا يريد ان يذهب الى القبر. لا لا، ما هذا من الإيحاء. فالآخر قادم على شر، وتنين عايزين يرموه ويتخلصوا منه، سبحان الله. والعلامة تسرعون بها، لو تعلمون ما ينتظرني من الشر ما أسرعتم بجنازتي، يا ويلي يا ويلي، هكذا يقول. يعني هو يعلم عاقبته قبل أن يدلف إلى القبر. ما هو شايف يرى، ده هو مدام شاف اللي غسله، وشاف اللي كفنه، وشاف اللي صلى على. نعود إلى الوراء. يا ريت يا ريت. الروح خرجت. نعم. اللي حصل إيه؟ المصيبة في البيوت إيه؟ سابوا المتوفى صويت وعويل. لا اللي تصرخ، واللي تشق الجيب، واللي راح الجريدة يعمل النحت، واللي راح يجهز القبر، وإعلام الوراثة والمصيبة الكبيرة، المسكين هذا الذي هو كالغريق يريد دعوة تنقذه أو حسنة تدركه، عايز حد يثبته. الدرس المستفاد هنا يا فضيلة الشيخ، الدرس المستفاد لا تترك المتوفى قاعد. اشعر نفسك يا مؤمن هو نائم. لا هو نائم، اعتبره كده، هو بس انتقل من لا ترعكم هجمة الموت إنما هو نقلة منها هنا، هكذا قال أبو حامد. لا ترعكم، هو يعني حياة ولكن من نوع آخر، هو يحيى، هو يحيى ولكن حياة من نوع آخر. حياة ليس فيها لا أكل ولا شرب ولا عمل، لكن فيها رؤية، فيها سماع. مش كان يروح يزور المقابر ويقول يا رسول ما سمعينك وما يسمع؟ أيوة. قال نعم، أشد استماعا منكم. فالمتوفى ده ساعة هذه اللحظة أفضل دعاء له اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. عند السؤال. وافضل دعاء عند القبر هكذا عندما نلحده في قبره. لا. استغفروا لاخيكم واسالوا له الثبات فانه الان يسال. فهو عايز الطفل اللي مرعوب من الامتحان. عايز ايه؟ عايز ابوه بجنبه. صح. او عمه او خاله. صح. ما تخاف. الاسئله سهله. هيقول لك كذا، جاوب كذا. وهذا يلقن الحجه، ونجي تلقين الحجه في القبر. نعم. للناس اللي كانوا ثوابت في الدنيا. نعم. فالمتوفى مات خلاص، نيجي لغسله. اول ما يتوفى المتوفى اول شيء نفتح الوصيه، مش بعد الاربعين. ده او يتضح انه لم يكتب وصيه اصلا، دي مصيبه. كما قلنا في اول حلقه، دي مصيبه، لازم يكتب وصيته. من يغسلني؟ من يكفني؟ من يصلي علي؟ كيف توزع الثلث الذي أريد توزيعه؟ ما الكشف اللي عنده بتاع اليتامى والمساكين والأرامل اللي كان ينفق عليهم؟ لابد. ومن أهم البنود من يغسله، من يكفن، من يصلي. هذه الأساسية. ولا أريد أن يكثر المغسلون داخل غرفة المكان اللي يغسل فيه المتوفى. هنالك واحد في البلدة تقريبا يغسل، مشهور عنه هذا. لا، لكن أحيانا له مساعد أو غيره هكذا. طيب. نعم. الماء الذي يغسل به المتوفى ماء له شديد البرودة ولا شديد السخونة؟ لأنه يشعر. يشعر يا ابني. سبحان الله. كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. الله أكبر. طبعا ابني هو ده أمان. الميت لا يحس ولا يشعر. لا 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 لا، المتوفى يشعر. سبحان الله، يشعر. لا حول ولا طبعا الله. لأنه يعرف من يغسله ويعرفه، ولكن لا يكلمه، لا يكلمه. سبحان الله. بعدين بعد ما نغسله ونكفنه لازم يكون كفن شرعي. في ناس تغالي في الاكفان. ما هو الكفن الشرعي؟ الكفن الشرعي ابو بكر رضي الله عنه قال اذا مت كفنوني في ثوبي هذا، فانما الكفن للدود والمهله، وانما ابقوا الجديد للحي. هذا الجديد لواحد عايش لسه مقبل على الحياه، انا خلاص هكفنه في ثوبي. ما تشيلوا قماش ابيض، قماش ابيض رخيص الثمن.
بسيط سهل، لا فيه لا زخرفة ولا حرير ولا احنا منهون عنه وهكذا. الرجل له 3 والمرأة لها 5، 5 أثواب، 5 قطع يعني. بعد ما أولا من غسل المتوفى لابد أن يستر ما رأى. أحيانا يطلع واحد يقول لك أولاده كانوا تركوه للأسف، وجدت ذراعه معمول كده، ما كان، لأن المتوفى إن تأخر في دفنه، وإحنا يجب أن ندفن مجرد أن يموت، لكن لو تأخر نفرض مات مثلا بالليل وانتظرنا مثلا ابنه الأكبر يريد أن يرى، ما فيهاش مشكلة، ممكن ننتظر ساعة لا بأ، بس مش يوم يومين لا، يعني اليوم الثاني، اليوم الثاني صبيحة اليوم الثاني مثلا، عايز إمام صالح يصلي عليه، لأن برضو بصلاح الناس يأخذ ثواب سبحان الله ينتظره. إحنا من الواجب نحرك المتوفى، كيف يعني نحرك يده ونحرك له رجله عشان لما نيجي نغسله ما يبقاش متصلب هكذا، نلينه نلينه، وبعدين اول ما يموت نخلعه ثيابه ونغطيه بثوب اخر ونتركه الى ان نغسله. هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. هذا طيب بمجرد ان يموت ايوه نخلع عنه ثيابه كان لابسها كاملة ونغطيه، نغطيه ثياب يعني. لا لا لا، وبعدين نكفر نغسل عشان وكمان نلين جسمه عشان لما قبل الغسل، لان لما اغسله انا بعمل ايه وانا بغسله؟ انا اولا الغسل بالضبط زي استحمام الحي، بس من غير مضمضه، غير استنشاق، بس هو استحمام نوضئه سبحان الله. يغسل الشق الايمن، الشق الايمن، وبعدين الشق الايسر، بنصب الماء على جسدي كله وبس وخلاص. وبعدين بعد قبل كده نجلسه مره واثنين ونضغط على بطنه، نعم. نجلسه ونضغط على بطنه عشان يخرج ما فيه، كان ما فيه سبحان الله. وبعدين سبحان الله نسد الفتحات التي ممكن ياتي منها اذى كي لا يتاذى الحي، سبحان الله. هذا هل راح الا بغير القطن والكفن؟ صحيح. فقطن في فمه، قطن في انفه، قطن في عينيه، في اذنيه، في فتحه، وهكذا. سبحان الله. سبحان الله. واللي يغسل يلبس يحط خرقة على يده عشان لا يلمس جسد المتوفى. هل هنالك حكمة؟ يعني هذه قد تكون عبرات، ما فيش داعي انه يلمس، ليه يلمس جسد المتوفى؟ ما يلمس، سبحان الله. وهكذا الأخت الفاضلة التي تغسل أختها في الله أو أمها أو بنتها وهكذا يعني. هناك خلاف بين العلماء على هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته أو الزوجة تغسل زوجها؟ العلماء يرون هذا، لكن أبا حنيفة يشذ عن القاعدة، أو يعني له رأي، وأنا أميل إلى رأي أبي حنيفة. هو يستند على أن لا يجوز، لأن عقد الزوجية انقطع بالإيه؟ بالموت، وهذا إعمال فكر عجيب. سلام، عقد الزوجية لمن؟ يعني فلان حي لحي، فلان زوج فلانة، طب فلانة ماتت. وبعدين مسألة نفسية، المرأة في هذه اللحظة لما يموت زوجها وبدت، إذا كانت وإن كانت أوصت أو أوصى خلاص يعني نفذ الوصية، لأن في علماء يقولون هذا. أنا أقول هذا رأي، أنا بقول أميل إلى رأي أبي حنيفة. لا، ما هو يعني حتى يعني يكون معنا المشاهدون في وادي التقارب في عدم إثبات هذا في الوصية. لا، وطب طالما لم يثبت خلاص يبقى يعني يرون ما يرى، يعني يرو أفضل الناس للغسل. من يغسل؟ الذي يعرف الأحكام، الذي يستر على العورات، الذي لا يتكلم، وهكذا. أثناء الغسل الناس يقولون كلاما كثيرا، لا كلام أثناء الغسل أبدا، تماما. زي ما احنا نغتسل، دعاء مثلا، زي ما احنا نغتسل ونغتسل لازم نقول كلام، ولا كيف يا سيدنا الشيخ أغتسل في الحمام؟ أيوة تغتسل، يقول ما تقول إيه؟ ما لا تقول شيئا، أخرج من الحمام قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله وجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين إلى آخره. فتغسيل المتوفى زي تغسيل الحي تمام، زي غسل الحي. بعدين نضع له عطور، عطر على جسده، على الكفن، القماش، بس. وبعدين نحمله، اذا كانت مرأة لا يحملها الا محارمها، محارمها، ابوها، ابنها، اخوها، عمها، من كان لا يصلح للزواج منها في الدنيا. نعم، مش اي حد يشيل لا طبعا، هذا من باب الادب مع حرمة المتوفى. حرمة المتوفى، نعم. وماء الغسل، ماء الغسل ماله، ماله الغسل. ماذا يصنع به؟ عادي خاصة يلقى في أي مكان، هذه عادات من الجاهلية أن يلقى في مكان معين. ماء الغسل، ماء غسل، ماء غسل الحي تمام. يعني يحلق للمتوفى لا، اتركه ما هو،
كما هو، بس يشيلوا منه ان كان عامل اسنان ذهب او طقم او غيره او حاجات اضافات يعني على الجسم. نعم اضافاتها هذه تتوضع. وشم يعني اذا خلاص يتركوها يخلعوا وشم ازاي يعني؟ هو المسلم منهى عن الوشم اصلا. المسلم منهي عن الوشم، من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب. صحيح. شيلنا حملنا المتوفى. نعم. خلاص. قال من سار في جنازته وصلى عليها وانتظر حتى تدفن وانتظر على قبرها ساعة كان له في الجنة قيراطان أقلهما كجبل أحد. من انفجر جسده بقنبلة أو بانفجار أو مات ضربا بالرصاص أو في طائرة أو في غرقا أو حادث سيارة أو حادث كيف تكون هذه الموت؟ نفس ما يحدث الذي مات في سريره هذا يحدث له تماما. ينزل ملك الموت في هذه الساعة في هذه اللحظة منتظرا روحه ويخرجها هكذا بقدرة الله عز وجل وبحول الله وقوته. ولو كان آلاف الناس ماتوا في لحظة واحدة، الله عز وجل أعطى ملك الموت ومن معه هذه القدرة لاستخلاص الروح. ملك الموت معه أعوان؟ معه أعوان. هو أبقى ليس واحدا؟ لا هو ملك موت واحد. تمام؟ عزرائيل. يقال أنه عزرائيل. تمام؟ يقال؟ معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ماذا يعني اسم عزرائيل في الشيء؟ والله ده اسم يبدو مش عربي يعني ليس عربيا. عربي. يعني ملك عزرائيل إسرافيل ميكائيل جبرائيل نعم. عبد الجبار عبد الرحيم عبد يعني الرحيم. يقال هذا هذا ليس على الحقيقة. لكن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذه أسماء وردت في كتاب في الله القرآن. نعم. أما ما لم يرد لا في الكتاب ولا في صحيح ما قاله ملك الموت على التحقيق ليس اسمه عزرائيل يعني فيه كلام سبحان الله. على كل يعني ما لا تهم هذه القضية. له أعوان؟ له أعوان ليس في نزع الروح. أمال في ماذا؟ الله عز وجل أعطاه القدرة على أن ينزع روح فلان في أمريكا الجنوبية وفلان الآخر في السويد وفلان الآخر في جنوب أفريقيا وفلان الآخر في 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 في, في غرب في آسيا. ولو مليون نفس تموت الله أعطى هذه القدرة. كيف هذه يعني قدرة الله فوق الشك والتهم. هو 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 وحده ينزع الروح. أنت تتصور أن وحده لكن هو ملك. كيف صورته؟ جبريل كان الممر رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته كان يجيله في صورة دحية ما كان يجيله في صورة دحية الكلبي. كان رجل جميل من كان يقول انه ياتيني في صوره دحيته الكلبي. دحية هذا رجل جميل السمت الصوره والصحابه شافوه مرات دحية الكلبي وشافوه جبريل لما اتهم يعلمهم امر دينه. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل مره طلب من جبريل هذول كبار الملائكه الاربعه دول كبار الملائكه وهم جبريل ايوه اسرافيل ميكائيل ملك الموت. تمام الافضل ملك الموت لا نقول عزرائيل. نعم رآه الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه في السماء ولم يرى أقدامه أجنحة تسد مشرق الأرض ومغربها. فلما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بالك لو رأيت إسرافيل وأنا بالنسبة لي كحلقة ملقاة في فلاة يتصاغر خوفا من الله حتى يصير كالعصفور الصغير. ملك الموت بالنسبة لإسرافيل كحلقة في فلاة. سيدنا جبريل الملائكة أيوة أمين وحي السماء. بيقول الرسول ما لو شفت إسرافيل ما تقول إيه؟ الله أكبر. هذا خلق الله. هذه مخلوقات أخرى نحن لم نرها لكن نوقن أنهم نؤمن بهم يعني آمن رسول الله والملائكة والكتب نؤمن بهذا. ولماذا هم يروننا ونحن لا نراهم؟ لأننا لسنا في حاجة أن نراهم. هم يروننا رعاية وحماية وحفظا وكتابة لحسنات وقمعا للظالمين ومشاركة في الحروب ورحمة من الله ولكن يوم القيامة نراهم لأن الله يقول ونزل الملائكة تنزيلا فتحيط بأهل المحشر. إذن ملك الموت موكل إليه قبض جميع الأرواح في أي وقت في أي لحظة أي أعداد أي عدد هذا نعم والجسد المتناثر هذا يجمعه رب العباد عز وجل. أما قرأنا في صحيح مسلم عن هذا الرجل الذي أوصى أبنائهم بني إسرائيل ما يعني إذا مت فإحرقوا جثتي وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر. فعملوا كده فقال الله يا بر اجمع ما فيك يا بحر اجمع ما فيك ما الذي يعني دعاك لفعل هذا قال خوفا منك يا رب قال وقد غفرت لك. يعني هذا فيما رواه من صحيح الأحاديث يعني إذن الله عز وجل سوف يجمع هذا الجد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
ده سبحان الله. يعني كل شيء سوف يبلى من ابن آدم وكل شيء إلا عجب الذنب، وسوف نأتي لهذا. نعم. من مات في طائرة ونزل هكذا يغسل ويكفن؟ لا، لو تجمع أشلاءه، لو استطعنا أن نجمع أشلاءه هكذا. نعم. وإذا لكن الوحيد الذي لا يغسل شهيد المعركة. تمام. يعني كل هؤلاء شهداء بفضل الله إذا كانوا مسلمين. نعم. ومؤمنين صادقين مصلين يتقون الله. نعم. الغريق اللي مات في هدم بيت وقع عليه من زلزال أو غيره شهيد. المرأة تموت في نفاسها، المبطون، المطعون، اللي عنده استسقاء، عنده مرض خبيث، داء عضال، كل. والحمد لله قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله شهداء أمتي كثير. الحمد لله. والشهيد لما يموت لا يشعر بألم الموت أبدا، هذا الوحيد. سبحان الله. كأنما يعني واخذ إبرة فقط بس. طب نجمع هذه الأشلاء المتناثرة. أيوة. نغسلها ونكفنها ونضعها. نغسلها غسلا شرعيا. نعم. وضعناها في، اتفضل. نضعها في كفنها ونصلي. نصلي عليها. ونحمل على الأعناق ونذهب في الجنازة. تمام. ماذا عن الجنازة؟ الجنازة يجب ألا تتبع بصوت، ما فيش أي صوت ولا ذكر الله حتى. قال رجل في جنازة ولا ذكر الله. ابن عمر يسير في جنازة فقال رجل صائحا: اذكروا الله، استغفروا الله. قال: اسكت، لا غفر الله لك. في الجنازة. في الجنازة ممنوع. اما 21 طلقة تحية مش عارف ايه والموسيقى العسكرية، هذا كله يفزع الميت، يفزعه. عمرو بن العاص لما الله دايم هو دايم ولا دايم الا الله. لما عمرو بن العاص لما تتبعوا جنازتي لما اموت لا تدخلوا علي من يلبس ثوبا احمر. قال لها عمرو بن العاص، قال: اخشى ان تخاف روحي تظنها النار، لان اي حركه غير طبيعيه حول المتوفى ترعبه. يستحب السواد. يستحب الصمت عند 3. ايوه. عند قراءه القران. نعم. وعند زحف الصفوف على العدو، وعند تشريع الجنازه. مش سكوت، لا قران ولا ذكر ولا دعاء. طب استغفار: اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، اتفكر في حالي، انا شايل اليوم اخي، ابي، ابني، جاري، يوما ما سوف يحملني ابني وجاري، وهكذا. الصوت الجماعي هذا مرفوض، ممنوع، ولا فردي ولا جماعي، في داخل الذات ولا فردي ولا جماعي. نذهب الى القبر. تعال لنذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القبر. السلام. اسمع يا سيدي النص بنصه. تفضل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار عليه الصلاة والسلام، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، بس يعني يجهزوا في إيه؟ في مواراته الثرى. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. درس علم. نعم. الناس بتأنف في القبر. سبحان الله. واقف وينفط في ملابسه ويلملم ثيابه في ايه يا اخي، ما انت هتيجي بعد شويه. ده يا الهي. انزل شوف ايه الموضوع. يجوز القلب القاسي يجوز للاعتبار. يجوز للواحد لو ينزل كده ويشوف هذا الذي صاحب الهيلمان الكبير، يقول لك سياده فلان ومش عارف فلان، خلاص. لا اله الا الله. انت اختفى اسمه حتى، لكن متوفى. سبحان الله. صحيح. صحيح. وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الارض. هكذا كان. كان الرسول يعني مشغول. نعم. مشغول يفكر. فرفع راسه صلى الله عليه وسلم. قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله. اول شيء عذاب القبر. اول كلمه. اول كلمه. نعم. يعني في عذاب في القبر. مرتين او 3 هكذا قال يعني. نعم. ان العبد المؤمن، اسمع بقى، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. ما شاء الله. ما شاء الله. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، روائح. طيب. وبخور وعطيب وعطور، حتى يجلسوا منه مد البصر. كيف؟ يعني أنا اليوم عيني تجيب لغاية فين؟ على بعد كام؟ كيلو متر؟ مثلا. 2 كيلو متر؟ مثلا. ملائكة لهذا الحجم. وافد فرحان بالروح الطيبة. ملائكة من عنده حتى مد بصر. نعم. بلع. يا سبحان الله. ما شاء الله. فرحة به. سبحان الله. لأنه كان مال الدنيا خير. كان مال الدنيا. مش ربنا جعل للخيرين إمامة وللعياذ بالله للأشرار إمامة.
يوم تدعى كل أمة إيه بإمامهم. أمة الخير لها إمام. هو بشر يقول له امسك في ديله وتعالى انت كنت بتدلنا على الخير خدنا معاك. والثاني والعياذ بالله. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. شوف الرسول من ادبه. ملك الموت هكذا نقول ايضا. نعم نعم نعم. وجبريل عليه السلام ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند راسه فيقول. مين اللي يقول؟ ملك الموت عليه السلام. من يسمع؟ المتوفى فقط. ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفرة من الله يا رضوان. وفي رواية الترمذي وان كان تحقيقها ده في رواية البخاري رواية الترمذي اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان ورب غفور غير غضبان. يا سلام. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها. الروح تخرج لملك الموت وحدها. نعم. سهلة. لانه عايز لقاء الله فرحان. لما الولد يسمع صوتك ابنك الصغير يسمع صوتك على السلم وانت طالع ولا اقتربت من البيت ها يجري عايز يحتضنك. هكذا الروح تريد ان تلقى رب العباد. خلاص صحيح. الدنيا دي بالنسبه لها خلاص سبحان الله. فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين ما يسبهاش لحظه حتى ياخذوها يروح واخدينها من المساعدين. نعم ملائكه الرحمه فيحملونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على سطح الأرض. الله أكبر ما شاء الله. الله يا ابني فيه ناس خلاص. قال فيصعدون بها. في ناس تشم لهم رائحة هذه الروائح. سبحان الله. عشان يعني. الله ما شاء الله. هذا خير نحدث به. نعم نعم. فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. الله الملائكة تحب الذاكر وتحب الطيب تحب المستقيم. فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له. اطرقوا الباب. نعم. على أبواب السماء ملائكة. نعم. حراس من سبحان الله. فيفتح لهم فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. إيه العظمة يا سلام. وكأنها رحلة المعراج. يا سلام. صحيح. عرج بالرسول ببدنه وروحه ويعرج بكل روح مؤمنة حتى تفتح لها أبواب السماء. سبحان. انظر إلى العظمة دي. حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين. يا سلام. الله أكبر. وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه. لحظة. اذهبوا بروح عبد في عليين. الروح ثم أعيدوها إلي عشان الحساب. بروحه جسد. هي تصعد ثم تهبط مرة ثانية في جسده. لأنه لسه هيجلس ويحاسب. الله أكبر. فيجلسانه فيقولان من ربك في القبر. نعم. يقول ربي الله. دي متى؟ لما آخر واحد من المشيعين يترك المكان. قالوا ايه؟ وإنه لا يسمع قرع نعالهم وهم يغادرونه. هي متى ترد الروح إلى الجسد مرة أخرى؟ بمجرد أن يغلقوا عليه اللحد؟ غلقوا اللحد. نعم. وتركوا المكان ومشوا. نعم. خلاص؟ نعم. تهبط الروح مرة أخرى. بعد انصراف آخرهم. تمام. وإن أطالوا الوقوف؟ سوف تنزل. هطولوا إيه؟ ما في حد بيطول الوقوف. ويطول ماذا يصنعوا؟ العجيب أن هذه أصعب ليلة وأصعب يوم وأصعب لحظة تمر على الإنسان منذ أن خلق. صح. لأنه يرى يسمع هم غلقوا عليه وعارف أنه في مكان ضيق. خلاص. العبد الذليل والرب الجليل. العبد الضعيف والرب اللطيف. خلاص. تالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام من دهره متنعما فيها بكل لذيذة متلذذا فيها بنعمة عصره لا يعتريه السخم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا أن يساوي مرة بمبيت أول ليلة في قبره. يا الله. مهما تنعم خلاص نسي. شوف كان نائم
واستيقظ. بس هذا الشعور. سبحان الله. العمر ده اللي عاشه 60 70 50 80 100 أقل أكثر دي كانت نوم. 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 أفاق الآن على الحقيقة المرة أو الحقيقة الحلوة. حقق. من يهبط بالروح من اللين نفس الملائكة. نفس الملائكة. نفس وفد وفد الإكرام. نعم. أو وفد التعذيب والعذاب. سنأتي لا 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 لا. في الإكرام. بلا بلا بلا. يضعنا في بدنه طيب. ويجلسانه تمام. ينزل ملكان 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 اللي هما دايما يقول عليهم منكر ونكير هذا اسمهما يعني يعني احنا نتوقف عند ما لم تثبت صحته. حضرتك تنفي كثير مما عندنا عزرائيل ومنكر ونكير قاعد القواعد طيب. وما يهمنيش الاسم نفرض طلع اسمه كده صحيح فيقول من ربك؟ ربي الله. هذا أول سؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يحصل إيه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في هذه المواقف الملائكة لأنه دايما مش في ناس بتحضر الشياطين يا ابني صحيح الأغاني والرقص والعري والفوضى والأفلام وهذا الاستهزاء بعقول الناس مش ده تحضير الشياطين وانت في شياطين أكثر من هذا لا طيب انت بقى مؤمن حضر الملائكة صلي تجد ملائكة اقرأ القرآن تحضر ملائكة اعمل خير تحضر ملائكة صل الرحم تحضر عود المريض سبحان الله هذا هو المقصود بمنطق الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سورة فصلت نعم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف في هذه اللحظة في هذه اللحظة ألا تخاف ولا تحزن يا سلام زي بالضبط اللي هو إيه يقال في حديث آخر أن العبد قبل ما يدخل عليه الملكان يدخل عليه ملك شكله جميل شخص شكله جميل يقول له من أنت أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير انت مالك كده شكلك انت مين انت يقول له انا عملك الصالح انا جليسك حتى تقوم الساعه سوف ياتيانك ياتياني اليك ملكان ارحم بك من ابيك وامك فيسالني كذا وكذا وكذا فاجب واقول كذا وكذا وكذا بس ده يلقن الله. يلقن يعطيه الاجابه يلقن الحجه الله ما شاء الله يلقن مش عايزين نقول يغششوا لا يلقنوا الحجه يعطوه المدى يا سلام يقول لك انت اخر وانت في السياره اخر قبل ما تصل الى لجنه الامتحان تقول لابنك ايه ده تخصصي خلي بالك السؤال ده هيجي بالطريقه دي يدخل هذا السؤال يرد اخر واثق من نفسه اللهم اجعلنا من هؤلاء امين يا رب العالمين نعم لنقف عند هذا الحد الجميل ونكمل في الغد ان شاء الله انتهى وقت الحلقه ان شاء الله ولكن حديثنا مع فضيلتكم لن ينتهي أبدا إن شاء الله ربنا يثبتنا وإياكم يا رب إن شاء الله نريد دعاء أن نختم به اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبت قلوبنا على حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين